فرهاد، بدي أسألك سؤال. شو صار؟ رجعت اشتهيت يا فريز؟ لا قولي مو هي، قولي يلا. عم تشوش لي أفكاري. يعني بالأول فيلدان هي اللي حذرتني مشان قصة الغطا، وأنا وقتها ما رديت عليها، وأنت كمان عصبت. أنتوا بتعرفوا بعض كتير ما هيك؟ شو يعني كيف بدنا نعرف بعض؟ ما بعرف، يعني هداك اليوم شفتكن بالليل عم تحكوا مع بعض بالحديقة، قصدي إنكن من زمان عايشين مع بعض هون. بلكي فيلدان شايلة شي بقلبها تجاهك ومخبيته. لك ما في هالشي، شو بدها تشيل بقلبها؟ شو هالحكي؟ ممكن تكون بتحبك. ما في هيك شي أبدا. يعني تعي لعندي لشوف، قربي لهون. عم تعصبيني، صايرة من الصبح بكير بأسئلتك. ايه سمعتيني؟ دائما بدك تأمر، دائما بدك تعطي أوامر كل الوقت. يعني مع هيك حاول تكون رومانسي حلو، قول شي حلو عند الصبح. يا حبيبتي، يا روحي، يا زهرتي، أي شي. شو قلتي؟ بتونيام. شو هاد بقى؟ بتونيام نوع من الورد. يلا قوم، يلا خلينا نفطر لأنه أنا جعت كتير. على فكرة أنا رومانسي كتير. إيه أنا متأكدة. تعالي لهون، لا تعصبيني. ماشي يلا، لو سمحت خلينا نروح ناكل. يلا. ما رح نتحرك أبدا. ليش ما فيني يكون رومانسي وأنا هون يعني؟ تمام. طيب لوين راحت؟ تركت رسالة، أخذت البنت وراحت. قصدك تركت البيت على الآخر؟ وين بدها تروح؟ رح أتصل وحكيها. الحق عليكي أختي، ضليتي تضغطي عليها كل الوقت لحتى هيك صار. طبعا ما تحملت البنت، معها حق. فيني اللي مكفيني، مو وقت حكيك. ما بقي غيرك علمني شو أعمل، ما هيك؟ خير، شو القصة؟ فيلدان تركت رسالة، جمعت كل أغراضها وتركت البيت، ما لقيت شي بغرفتها. أخدت أوزقة معها؟ طبعاً، لأنه أكيد أعصاب البنت كتير تعبت، شفت شو صار بموضوع جنيد، أكيد حبت تروح وتريح أعصابها شوي. راحت عشي محل باسطنبول ولا براتها؟ راحت على الفندق اللي مننزل فيه دائماً اللي اسمه أتشاهير، بتعرفه. أنا وبنتي تركنا هذا البيت، لا تقلقوا علينا، نحن رح نكون بخير، هذا اللي كتبته بالورقة. بسيطة، خليها ترتاح، تعبت كتير آخر فترة بهالبيت. ما حدا بيترك البيت على كيفه وإمتى ما بده. قالت إنها منيحة، ما فهمت ليش هيك عم بتعصب فرهاد. ما بعرف، بس رايح لحتى رجع. قالت روحي وبنتها على كيفها. فرهاد، عم نادي لك فرهاد. خير، شوفي أصلي، شو صار لحتى رايح؟ سمعتي، فيلدان تركت البيت. وإذا تركت البيت ست راشدة وبتترك البيت عكيفة، أنت ليش رايح؟ شو صار لك؟ ما صار لي شي بنو. لا تروح لك. اسمع، فيك تقول إنه هاي هرمونات أو إنه غيرة نسوان مثل ما بدك، بس روحتك ورا فيلدان شي مو طبيعي وما عجبتني ابدا. فقل لي يلا اذا في شي ما بعرفه، احكي شي. في شي انا ما بعرفه؟ لا ما في شي. لا تروح لك. اسمعي، انا قلت لك من قبل، نحن بهالبيت عيله ومرتبطين ببعض كلياتنا، وفيلدان وبنتها من عيلتي كمان، وانا المسؤول عن سلامتهم طبعا، ومسؤول عن سلامه اي حدا بهالعيله، مثل ما أنا مسؤول عن سلامتك أنت كمان. أنت لا تفكري بشي هلأ، فكري بابننا وبس. ماشي، يلا ادخلي. يلا أصلي، يلا روح.
شكله تأخر كتير. ليكو إجا. أهلين. رد على التليفون وقت بدي أقول لك. جنكيز يا أخي. رح أعطيك حصتك. تفضل. هاي. دير بالك وما بدي مشاكل. خود. انتبهوا على حالكم. لأنه الوضع مو منيح. ولا يهمك. خلص ماشي. شايف كيف؟ قلك رح يجي. هاي قول. هذا جنيد هرب مو بالفندق. شلون هرب فهمني؟ شو حضراتكم كنتوا نايمين؟ ها؟ بده يطير من الفندق؟ أخي والله ما بعرف. شو فرهاد؟ قالوا عابدين طار جنيد. شكلهم الشباب ناموا. لا الله يلعنه تفه. أي بيلبس تنورة حتى يهرب. على كل حال أنت بالبيت صح؟ أي أنا بالبيت. تمام. أنا حاطط له كاميرا عنده. افتح لي الكمبيوتر وشوف لي شو مصور. أكيد هو عنده شي جاسوس. منلاقيه بس عرفنا مين هو. ماشي ماشي فرهاد. ست هندا. خير شو؟ شو يعني خير؟ بنتك تركت البيت وأخذت بنتها معه وما بنعرف وين راح وأنت عم تقولي خير. معقول أنت مالك مهتمة؟ ليش لازم قلك كيف بدي أتصرف أو أسألك عن بنتي؟ لا أكيد ما رح تسأليني إلي صح؟ بس فيلدان عندها مشكلة وأنت بتعرفي منيح شو مشكلتها ما هيك؟ إيه مشكلة فيلدان واضحة كتير لأنه بالأصل ما عندها مشكلة. لا فيلدان عندها مشكلة ومن يومين تصرفاتها غريبة. لكن ليش أخذت بنتها وطلعت من البيت؟ ليش؟ بنتي هي ملت وراحت. هي حرة ويمكن هي عم تهرب من شي. مثلاً ممكن يكون هالشي أنت بتعرفي. دائماً بتهرب وبترجع. أنا بشوف إنه أنت لا تشغلي بالك بفيلدان أبداً. مرة تانية لا تحاسبيني أبداً.